أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تبارك لنا في جميع أمورنا وفي أمرنا هذا خاصة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من آفات الدارين ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.